غداة يوم من أكثر الأيام دموية منذ بدء الصراع في سوريا قبل 17 شهرا، والذي خلف أمس مقتل ما يزيد عن 260 شخصا، تواصلت المعارك بين الجيشين النظامي والحر في عدد من المناطق وخاصة في حلب. فحسب ناشطين فإن عددا من أحياء مدينة حلب كصلاح الدين والصخور والقصلية قد تعرضت لقصف بالطائرات والمدفعية من قبل الجيش السوري، كما طوقت قوات النظام حي الشاغور بدمشق وأخذت في مداهمة المنازل واعتقال العشرات. وقد أكدت لجان التنسيق المحلية في سوريا أن أزيد من 100 شخص قتلوا في مواجهة اليوم. وعلى الصعيد الدبلوماسي، التقى اليوم في دمشق الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي بالرئيس السوري بشار الأسد. جليلي وفي تصريح له بدمشق أكد أن طهران لن تسمح بكسر ما وصفه بمحور المقاومة، وتعتزم إيران استضافة اجتماع وزاري حول سوريا الخميس المقبل. شيعت